دلوقتي خلونا نتابع مع بعض ملخص اللي حصل امبارح في الحلقات ال 27 لمسلسلات رمضان، واللي كان فيها احداث كتيره وتفاصيل مهمه خلونا نعرفها في التقرير اللي جاي. أحداث مشوقة شهدتها الحلقات ال 27 من مسلسلات رمضان. خلونا كالعادة نبدأ بتفاصيل الحلقة 27 من مسلسل الاختيار، اللي بدأت بلقاء بين وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ومحمد مرسي. طلب السيسي من مرسي الاعتذار للشعب المصري على كل حاجة حصلت في الفترة اللي فاتت، وإنه لازم يطرح مبادرة واضحة وصادقة للتصالح مع كل القوى السياسية. حضرتك لازم تطرح مبادرة واضحة وصادقة للتصالح مع كل القوى السياسية. الناس لازم تشوف تغيير حقيقي قبل 30 يونيو. تغيير يوصل لهم رسالة إن الوضع اختلف، وإن رئيسهم بيسمع لهم وبيستجيب كرئيس لكل المصريين. وأنا فعلا مهتم إن حالة الاحتقان اللي في الشارع دي تنتهي، علشان نفضى بقى لحل المشاكل اللي بتواجهنا. صدقني يا فندم، حجم التحديات والمشاكل من الممكن فعلا انها تكون اكبر من الحكومة والرئاسة، لكن لا يمكن ابدا تبقى اكبر من الشعب والدولة. الشعب المصري شعب طيب بس ذكي جدا، ولما حد بيتكلم معاه بوعي وبصدق بيفهم ويحس. الوقت اللي بيضيع في المرحلة دي غالي جدا يا فندم. وسيادة الفريق، أنا أؤكد لك إن كل الكلام اللي أنت قلته أنا مقتنع به تمام، وإن كل اللي اقترحته هيتنفذ. وأكتر من كده كمان، أنا بفكر في تغيير الحكومة وتغيير النائب العام استجابة لمطالب الشعب. إن شاء الله الدكتور الكتاتني على وصول، وكل النقاط دي هنضمنها في الخطاب. هتسمع كلام يسعدك إن شاء الله. مش مهم يسعدني أنا يا فندم، المهم إنه يسعد جموع الشعب المصري ويطمنهم إن رئيسهم ومؤسسة الرئاسة على الطريق الصحيح. إن شاء الله. فضل سيادة الفريق، فضل. كمان شهدت الحلقة ظهور النجم أمير كرارة بشخصية العقيد أحمد منسي، اللي تواجد في مستشفى القوات المسلحة بعد إصابته في إيده، وحضر لزيارته ضابط المخابرات الحربية مروان العدوي وزميله الضابط أكرم. أقول لك إيه، بلاش فتحة الصدر دي، واحدة واحدة على نفسك يا عم. تلاقي سيب على الله ربك اللي بيسترها. أمين يا رب. أخبار سينا إيه؟ والله سينا زي الفل، بس أقول لك على حاجة مروان، أنا كل يوم بكتشف حاجة جديدة في رجالة سينا. زمان كنت بشوفهم حاجة تانية، بس النهارده فعلا بعترف، لا شفت في اخلاقهم ولا جدعنتهم ولا شهامتهم. يا ريتنا كلنا نتعلم حاجه من اخلاق اهل سينا. الله عليك يا منس. على فكره ده المخلوع. المخلوع؟ ده كويس؟ ده تمام. الله عليك يا منس. انت عارف اللي انت بتقوله ده هو بالظبط اللي في دماغي. انا نفسي نعمل مشروع كبير، مشروع تنموي، نلم فيه كل القبائل بتاعت سينا واشتغلوا في مشروع واحد، واسميه اسميه مصر سينا. ايه رايك؟ الله. ايه رايك؟ الله. مش فنان؟ نجم. انت عارف لو حصل كده فعلا، عمر ما الارهاب ولا الاخوان هيعرفوا يعملوا حاجه في البلد دي. هيحصل ان شاء الله. كمان شهدت الحلقه انتشار قوات الجيش لتامين المنشات الحيويه بسبب حساسيه الوضع وتحسبا لاي تطورات، في الوقت اللي بتجتمع فيه قيادات الجماعه الارهابيه في مكتب ارشادهم لبحث تطورات الوضع والتخطيط للفتره اللي جايه. طبعا واضح انهم ادركوا ان دورهم بقى التامين لا اكثر ولا اقل. ما ظنش، مجموعات الرصد بتاعتنا بلغتنا ان انتشارهم حوالين مجلس الشعب والبنك المركزي ومسبيرو وزاره الداخليه والخارجيه والقصور الرئاسيه. انا اتصور ان الجيش بدا ينسحب من المشهد بالتدريج، واللي كان له اثر في ده فكره عظيمه جدا احنا رسخنا لها، إن إحنا أكدنا على إن الخلاف مع المشروع الإسلامي ككل وليس خلافة مع الإخوان، علشان كده لازم نؤكد على هذه الفكرة باستمرار. والأهم بقى من ده كله، إن إحنا ليه دايماً بنكتفي بالتظاهر؟ ليه ما نستبقش تظاهراتهم دي؟ ليه هنستنى اليوم 30؟ إحنا ممكن نستبقهم بيومين على الأقل. علشان كده أنا شايف إن إحنا بعد إذنكم يعني نعلن من بكرة أن هناك اعتصام مفتوح في ميدان رابعة العدوية، وتصبح رابعة نقطة تلاقي وتمركز لملايين المصريين. اللي عاوز يجي اهلا وسهلا، ويشوفوا بقى الكام الف واحد دول لما هينزلوا يوم 30 هيلاقوا نفسهم ولا حاجه. انا مع الراي ده،
جبهة الإنقاذ والجماعة بتوع التمرد، الولاد بتوع التمرد دول يعني كلهم على بعضهم كده ما يجوش كام ألف واحد. هما صحيح بيحاولوا يقنعوا الأغلبية الصامتة إنهم ينزلوا معاهم، لكن إحنا بقى لو سبقناهم ونزلنا بأعداد ضخمة وفي مكان واحد هنلقي في قلوبهم الرعب وهيفكروا ألف مرة قبل ما ينزلوا. الأهم إننا نأكد على ثلاث نقاط مهمة: سلميتنا، وإن هما اللي بيختلقوا العنف والمشاكل. الحاجة التانية الشرعية والانتخابات كوسيلة للحكم. الحاجة التالتة الإسلام اللي بيحارب من الغرب وأعدائه. الحقيقة يا جماعة أنا شايف إن الحكومة لازم تتصرف وكأن الأمور كلها ماشية بشكل طبيعي جدا. لازم يبان للناس إننا مكملين في مشوارنا في شغلنا، مش ملتفتين للأمر ده نهائي. والمظاهرات هي كمان من خلال ردود أفعالنا تبان وكأنها مظاهرات عارضة، كأي شيء خايب مر علينا قبل كده. انت رأيك ايه يا باشمهندس خيرت؟ الحقيقة انا شايف اللي تقال النهاردة ده في مجموعه يعني خلاصات انا متفق معاه في مجموعه. انا بس احب أؤكد على ان احنا هندخل الايام القادمة دي بروح معركة، ومعركة كبرى نحشد لها كل اسلحتنا وكل رجالنا. ورأيي بالتفصيل انا سبق ان انا قلته لفضيلتك النهاردة. شوف بقى الأمر متروك لفضلتك. بداية قوية للحلقة 27 من مسلسل العائدون بعد ما وقع علاء في إيد سياف وهو بيتكلم مع الضابط عمر على التليفون وبيديله إحداثيات المكان علشان يعرف مكان تمركز عناصر داعش. وأخذ سياف التليفون وقال لعمر إن علاء هيواجه مصير حسين. عارف غرورك ده يبقى الحبل اللي بيتلف حوالين رقبتك، ده اللي هندمك إن أنت فكرت تخش برجلك البلد دي. يا عمري ما فكرت اني راح اموت بهالطريقه. تعرف ليش؟ لانه اللي مثلي ما بيموت هيك، بيموت اما مقاتل او على سريره. اما هذا الشاب اللي بعت لي اياه للموت بايدك، فانا بدوري راح ابعته لعند الشاب اللي ارسلته من قبله. حسين، فاكر الاسم ده يا عمر؟ طبعا عارف اسمه وشكله وصوته. هو قريب قوي هندمك على اللي عملته فيه عشان تبقى عبره لاي كلب يفكر يمد ايده على واحد مصري. عاجبني كتير اصرارك وحماسك وغيرتك، بس للاسف اخترت طريق الضلال وتركت طريق الحق. يا ريتك كنت معنا، كان احسن بكتير لك ولنا. هو ده الفرق بيننا وبينكم، ان انتوا طول عمركم بتشوفوا اللي عندنا ونفسكم يبقى ليكم، لكن احنا بنشوف اللي عندكم وبنحس بالقرف. عارف يا سيف، احنا طول عمرنا مختلفين في كل حاجه الا حاجه واحده بس، ان احنا الاتنين عارفين ان هيجي يوم وهنمحيكم من على وش الارض. النهارده بقى، بكره، بعده، بس قسما بالله لا هيحصل. راح نشوف يا عمر، راح ارجع ذكرك بهاي المكالمه، راح اقول لك انه سياف الكيلاني ما في شيء بيوقف في طريقه، ما في اي قوه بالكون تمنعه عن تحقيق هدفه. ابقى رد عليها ايه. وبعد ما قفل سياف السكة قال عمر للضابط وليد إنهم لازم يروحوا للصحراء الغربية لأن علاء اداله إحداثيات غير كاملة، لكنه يعرف إن المكان ما بين الفرافرة والصحراء الغربية لأنه خدم في المنطقة دي قبل كده. علاء بعت الإحداثيات بس مش كاملة، أنا خدمت في المنطقة دي وحافظها كويس، وفي مكان ما بين الفرافرة والحدود الغربية. يلا اتحرك ونكلم نبيل في الطريق. حرك على فين؟ الواحات. بدأت أحداث الحلقة 27 من مسلسل فاتن أمل حربي بعد خطف سيف لبناته أثناء جلسة الرؤية، وراح بيهم لبيت ناس غير معروفة، وأخذ سيف تليفون بنت من البنات علشان ما تقولش لوالدتها أي حاجة وما تعرفهاش مكانهم، واتصل بفاتن وقال لها إن البنات معاه وطلب منها ما تحاولش تعرف مكانهم فين، وطلب منها كمان تتنازل عن كل القضايا وترجع له وإلا مش هتشوف ولادها مرة تانية. انت ايه؟ انت ايه؟ ما بتفهمش؟ انا قلت لك لو
من بناتي هطلب بسناني تقول اه مش هتشوفوا بناتك يا ابو بنات اخطف مين انا في حد اخطف بناته يا باشا في يا مدام حضرتك نسيت ان احنا في اسم ولا ايه لا مؤاخذه يا احمد بيه بس برضه احنا لازم نقدر مشاعرها معلش يا احمد بيه حقك عليا بس احنا عايزين نعمل محضر بالواقع نتهم فيه السيد سيف الدندراوي بخطف بنات موكلتي فاتن امل حربي بس استاذ سيف عمل محضر في استاذه فاتن بيتهمها ان انت منعم رؤيه ولاده اه يا باشا حصل وقالت لي عمرك ما هتشوفهم في حياتك تاني ابدا واعلم في خيرك اركبوا ايه جننت اتجننت ولا ايه؟ ايه ما هو اسمعي امال اوعى تكوني صدقتي الحوار الفكسان انهم كاتبين اسمك وعلى الكراريس ده ورا اسمهم سيف الدندراوي يا ماما اخرس ما ملوش فايده الكلام ده يا جماعه كلكم هتفضلوا في الاسم طب ما تسمعي باينه كده وتخليكي حلوه باينه بنت الناس وانا قلت لك اللي فيها اللي قلت لك هو الصالح ليك اعملي الصح ها كمان شاهدت الحلقه 27 من مسلسل في بيتنا رابط العديد من الاحداث ساره سمعت زوجها وهو بيبعت رساله صوتيه لشخص ولما سالته ادعى انه بعتها للاتش ار في شركته لكنها شكت انه بيخونها لو قولي يا لذيذ مش هقول لك حاجه يوسف كان بيكلم مين بيكلمك ما تحورش كان بيكلم مين غيري وغير وساخه القناع مي جارتنا مي جارتنا عشان كده كان بيقول لها بيني وبين خطوتين طب كان بيقول لها ايه تاني عايز يسربك ويقابلها ايه يا ساره ده انت لسه واقفه زي ما انت ما انا قلت لك هنسبقك يلا يا لذيذ بدات احداث الحلقه 27 من مسلسل الكبير قوي بابلاغ هاجرس لجوني بانه لازم يجي فورا للمزاريطه علشان يشارك في المهرجان اللي بينظمه اخوه الكبير وبتستعد مربوحه ودكتور ربيع للتحضير للمهرجان من خلال الاتصال بالفنانين ودعوتهم للحضور ولما عرفوا ان النجم العالمي ليوناردو دي كابريو هيجي المهرجان وافقوا على الحضور واتفق جوني وهاجرس بتغطيه المهرجان حصري على قناتهم على اليوتيوب واستعان جوني بخمس أطفال فرشوا الأرض مسامير علشان يعطلوا أتوبيس القنوات الفضائية والصحفيين وبالفعل نجحوا في تنفيذ الخطة او ماي جاد لا حول ولا قوة إلا بالله العيال هنا عفريت معلش بقى معلش يعني حاولت اغيرهم اشوف صرفه بقى في الحلقه 27 من مسلسل راجعين يا هوا قرر طارق ابو الهنا يزور بنت عمه ولاء في المصحه اللي بتتعالج فيها من الادمان وده لانه بيعيش معاها قصه حب لكنه كان بعد عنها لما عرف انها مدمنه مخدرات وفي نفس الوقت ما قدرش ينساها وده اللي خلاه يروح لها المصحه لكن ما ظهرش قدامها ووقف يبص عليها من بعيد بدون ما يتكلم معاها الحلقة 27 من مسلسل جزيرة غمام شهدت استمرار عمليات البحث وراء اختفاء الشيخ عرفات وبدأ خلدون ينشر الأكاذيب عن غياب عرفات علشان يقدر يسيطر على الجزيرة كلها وبدأ خلدون في فرض سيطرته على أهل الجزيرة في الوقت اللي استمر شعور غباشي بالندم على اللي كان بيعمله قبل كده وطلب من مطاريد الجبل إنهم يتوبوا لله خصوصاً بعد اللي شافوا في أحلامه من تعذيب وخوف من مصيره بعد ما يموت كيف تعملوا في شيخكم كده؟ اها المدبوب اها شيخ مين ده شيخ منصر بس كبيركم اللي علمكم وليه عليكم حقوق اهو بدل ما كان هيموت وحده يموت جاره تسليه حلوا كبيركم عيب اللي مالوش خير في كبيره مالوش خير في حد